مايا رحال من ومضة، رائد أعمال الأسبوع. معنا اليوم علاء السلال، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع جمالون. هاي علاء. أنا ما يكفيك. الحمد لله، كيف صحتك؟ تمام كله تمام. خبرنا كيف أخذت قرار إنك تطلق المنصة؟ والله كنت أنا بعد ما خلصت الماستر اشتغلت بالشركة لمدة سنتين بعدة بأربع دول مختلفة. الحلم القرار إني أنا بدي أطلق شركة اسمها جمالون كان بيتراود لذهني قبل ما أطلع أكمل دراستي وقبل ما أشتغل من زمان يعني. بس كنت بستنى هيك الظروف تتحسن وتكون المنطقة أفضل كتجارة إلكترونية على أساس جمالون. فمن زمان كان بخطط للكتب وبحب التجارة من وأنا صغير، كنت أشتغل مع أهلي وعملت الماستر كمان بالآي تي، تخصصت أكثر بالمعلومات اللي كانت تفيدني في هذا المجال. وبعدين كان شوي صعب أترك شغلي وكان وظيفة كثير ممتازة وأرجع البلد أبلش من الصفر. الحمد لله هلا كثير بتذكر هاي اللحظات انه بفتخر اني عملت هيك. خبرنا شوي عن جمالون، شو بتختص المنصة؟ هلا جمالون بيختص بالكتب العربية والإنجليزية، هدفنا نكون امازون منتصر، توفير الكتب لأي مكان وطني لأي حدا بيحتاجهم بأفضل أسعار. اوكي، وكانت عائلتك داعمة لهذا المشروع لما قررت انك تخوضه؟ لما بلشنا الفكرة، لأنه أنت عارف من أكثر الأشياء صعوبات مثلا تكون الرواتب ويكون عندك فريق عمل يساعدك. فبلشت من الصفر، كان أول فريق تأسيسي معي اللي هم إخواني وأخواتي، عندي أربع إخوان وأختين وأمي. فبلشنا نشتغل ونعمل معالجة للطلبات ونشحنهم ودعم الزبائن، كله كان من البيت. فالحمد لله هي كانت قوة العيلة وقوة الأخوة مع بعض اشتغلنا. خبرني عن السوق اللي بتستهدفه، لمين بتبيع عادة بالعالم العربي؟ احنا بنستهدف العرب وين ما كانوا في العالم، يعني نتخصص في المنطقه العربيه، انه عندنا 22 دوله 350 مليون متحدث باللغه العربيه، فهذول هم اللي بنركز عليهم بالمنطقه، خاصه انه الخدمات اللي نقدمها بتميز فيها عن امازون، انه عندنا كتب عربي وانجليزي ونشحن كتب من اي مكان في العالم، وبنحاول دائما نحصل اسعار منافسه، وكمان ندعم الثقافه المحليه، يعني مثلا زي الدفع الاستلام اللي بندعمها، هاي كثير مناسبة لثقافتنا، تختلف عن الثقافات الأخرى اللي فيها دول أخرى فيها أمازون زي أمريكا وأوروبا، ناس تعودة على كريدت كاردز، هون تختلف الثقافة كثير. فهي بتخلينا نستهدف أكثر العرب، نميز الكتب العربية عندنا نتميز فيها، وندعم كمان الكتاب العربي، لأنه أكبر مشكلة بتواجه الكتاب بالمنطقة هي مشكلة انتقاله من بلد لآخر، يعني مثلا إذا الناشر اللبناني مش بالضرورة تلاقي كتاب متوفر بالجزائر أو بتونس أو بالأردن. لوجستيا، شو بتستعملوا لحتى توصلوا الكتب اللي بيطلبوها الزباين عبر الموقع؟ بتستعملوا ارامكس؟ هلا لوجستيا بنعتمد بقوه على ارامكس، لانه بنشحن عن طريقهم الكتب بين هاي الدول. هلا بنتوسع عليهم برضه بالسعوديه بالتعاون معهم وبلبنان، وحتى كمان بطريقه الدفع عند الاستلام، هي خدمه اخذناها مقدمه من ارامكس، هي اغلب المبيعات بتتم عن طريقها. وشو هي أسرع فترة فيك تأمن كتاب لشخص طلبه عبر المنصة بالعالم العربي؟ إذا كان طلب كتاب من نفس اللي هو موجود فيها الزبون، يعني مثلا إذا طلب كتاب أردني والزبون عندنا بالأردن، ثاني يوم بوصل الكتاب عن طريق أرامكس. إذا كان كتاب إنجليزي بالعادة بنشحن، عندنا طريقتين للشحن على الويب سايت، في واحدة أسبوعين وفي واحدة شهر. وحاليا قاعدين ندرس إمكانية تسريع شحن الإنجليزي، ننزلها لأسبوع أو 3 أيام. شو هي المناطق اللي أكثر شيء بتتلقى منها طلبات بالعالم العربي؟ يعني بالعالم العربي بشكل عام، عشان بلشنا بالأردن فأغلب عملياتنا حاليا بالأردن، بس في عندنا طلب متزايد بالسعودية ودول الخليج على الكتب العربية. ولبنان؟ هلا يعني لبنان هي مصدر قوي للكتب العربية، بس مش سوق كبير للكتب العربية، يعني يمكن الناس بلبنان بيقرأوا أكثر لغات أخرى، فرنسي وإنجليزي، بس بالعربي مش كثير سوق. في سوق فإحنا بالنسبة لنا بصراحة بننظر للبنان كمصدر للكتاب العربي مش كسوق، لأنه كمان حتى القارئ اللبناني ما عنده المشاكل اللي بتعاني منها بقية الدول العربية، خاصة إنه أغلب دول النشر بلبنان، فبسهولة بتلاقيها متوفرة بالأسواق. ف
فميزتنا التنافسية برا لبنان أقوى بكثير من جوا كإي كوميرس. في عندكم سوق بمصر؟ مصر برضو ننظر لها كمصدر للكتب، لسه بصراحة ضمن الخطة أن ندخل مصر، لكن مش هاي المرحلة، هاي المرحلة قاعدين نتوسع بالسعودية ولبنان، بعدها نتوسع نزيد مصر كمصدر للكتب، نزيد الإمارات كسوق للكتب، فالمرحلة الثانية إن شاء الله توسعنا راح يكون توازي بين مصر وبين الإمارات. هي من أكبر المصادر زي لبنان مصر، بس بتغلب شوي لوجستيا، راح نعتمد فيها على أرامكس كيف ننتشر داخل مصر إن شاء الله. وهل ممكن تكونوا عم بتنافسوا بمصر منصة مثل books.com.eg؟ هم الشباب اصحابنا هناك، ممكن نتبع على شغله ممكن يكون في بيننا بارتنرشيب، تعاون بيننا وبينهم، خاصه ان هم بيفهموا سوقهم كثير يعني واكثر منا، فبننظر بصراحه لهم انه نظره تعاونيه اكثر من انها تنافسيه، سوق كبير يعني دائما نظرتنا بالكتب انه الغرب بيصدر بالسنه 450 الف كتاب، منطقتنا بتصدر بس 15 الف كتاب، ففي فجوه كبيره بين انتاجنا الحضاري وبين انتاج حضارات اخرى، فدائما بننظر للمنافسه انه نكمل بعض ونكبر السوق ونشجع المؤلفين والمترجمين يصدروا كتب اكثر حتى المواطن والقارئ العربي يستفيد منها اكثر. والسوق كثير يعني هي 1 مليون اندستري في المنطقه، يعني كلياتنا نقدر نشتغل والسوق لساته بيستوعبنا كلنا. شو بتعملوا لحتى تجربوا تميزوا نفسكم عن المنافسين وهيك منصات؟ والله اول شغله متميز فيها او اكثر شغله متميز فيها هي تخصصنا بالكتب، يعني هلا بنتعمق اكثر في صناعه النشر، في منصه اطلقناها الاسبوع الماضي مع بالتعاون مع دار نشر العبيكان مثلا اسمها الحكمه للترجمه صوفيا ترانزليشن، هي عن طريقها بنمكن المترجمين يتواصلوا مع بعض ومع دور النشر على اساس يقدروا يترجموا الكتب من والى اللغه العربيه عن طريق هاي المنصه، لانه لقينا المحتوى العربي كثير بده دعم وكثير بحاجه لاستثمارات في هذا المجال على اساس نوفر كتب عربيه اكثر ونقدر ننافس الاجانب بسرعه الترجمه، يعني باليونان وبروسيا واسبانيا كتاب بترجم باقل من شهر للغات هاي، اللغه العربيه لا بتاخذ من 6 أشهر لسنه، فبنحاول عن طريق هذا المبادره اللي هي مشروع غير ربحي بيننا وبين العبيكان نقدر نسرع عمليه الترجمه ونترجم كتب اكثر بوقت اقل ونزيد عدد الانتاج الحضاري بالمنطقه. هاي واحدة من الأشياء المتميز فيها، الأشياء المتميز فيها عن أمازون أول شيء اللي طرق الدفع الخاصة بمنطقتنا، التعامل يعني الدعم الفني عندنا كامل باللغة العربية، شحن الكتب بنحاول باستمرار نتوصل لمعادلات شحن ومعادلات توصيل للكتب تغطي المنطقة كاملة أقل تكلفة نقدر ننافس فيها الخدمات العالمية، يعني بنحاول بالسعر دائما يكون الأفضل بالسعر الأقل سعراً، وبنحاول كمان يكون عندنا اكبر كتب تنوع على الانترنت، وبنحاول ندعم المؤلف انه المؤلف كمان اللي ما عنده دار نشر قادر تنشر له كتابه بيقدر يتواصل معنا احنا بننشر له كتابه وبنسوق له اياه كمان بدون ما ناخذ حقوق خاصه فيه. حلو، وكيف بتتقسموا الربح بينكم وبين الناشر؟ هلا بالعاده احنا بناخذ تقريبا 50% خصم على سعر الكتاب المعلن، فبنكتفي بتقريبا 5% لجملون والباقي بنوزعه يعني خصم من سعر الكتاب للزباين تاعنا، على اساس دائما نعطي قوه الانترنت، نحن بنستهدف الماس ماركت السوق الكبير، فبنربح قليل ونبيع لاكبر عدد من الزبائن. وبلشتوا تعملوا ربح؟ هلا يعني لسه احنا مش ما وصلنا لمرحلة الربحية، لسه بدها كمان وقت، بدها تقريبا كمان سنتين بجملون. كيف كانت التجربة اللي عشتوها مع Oasis 500؟ والله تجربة حلوة، يعني الانكوبيترز او الاكسلريترز زي Oasis 500 بتساعد اي مشروع انه يقدر يكبر ويعمل تيونينج، يظبط البزنس موديل، طريقة الربح وطريقة عمل المشروع فترة قصيرة جدا، فاحنا قعدنا معهم فترة الحضانة بسموها 3 أشهر، خلالها قدرنا نكبر مشروعنا وقدرنا نعرض الفكرة على مجموعة كبيرة من المستثمرين، وسكرنا راوند اوف فاندنج كانت 400 ألف دولار للانفسترز. كيف كانت تجربتكم لليوم كموقع للتجارة الإلكترونية بالأردن؟ شو التحديات اللي واجهتوها أكثر شيء؟ يعني من هلا التحديات كتجاره الكترونيه اول شيء تقبل جميع الاطراف للفكره، يعني من دور نشر انه شيء جديد عليهم لناس
مش متعودين مثلا يكون يشتغل عن طريق الانترنت، لتحديات لوجستيه، تامين الكتب، شحنها، توفيرها. فهي تحديات موجوده باي مشروع اي كوميرس. اكبر صعوبه بتواجهنا احنا كجملون تخصص بصناعه النشر هي الرقابه. يعني مثلا بالاردن نضطر نمشي حسب قوانين الرقابه بالاردن، بالسعوديه قوانين مختلفه، كل دوله عربيه عندها كتب ممنوعه خاصه فيها. فهي بتشكل لنا حاجز، انه احنا منصه الكترونيه للتجاره الالكترونيه، فالمفروض نقدر نوفر كل كتب لكل الناس، مش نحجب كل كتب عن دول معينه. هاي اكبر صعوبه بتواجهنا، الرقابه. شو بوابات الدفع اللي عم تستعملوها اليوم بالأردن وليش؟ بنستخدم الدفع الاستلام، بنستخدم كمان باي بال، بيقدر الناس عن طريقها يدفعوا عن طريق الكريدت كارد. اغلب الناس بيستخدموا الدفع الاستلام كاش اون ديليفري. وشو الصعوبات اللي عم بترتبها هيدي الوسيله كاش اون ديليفري؟ هلا الكاش اون ديليفري صعوباتها بتكون بالعاده بالكتب المرتجعه بالريتيل، وبالناس اللي بغيروا رايهم، لانه الزبون بيدفع الكتاب لما يوصله مش قبل ما يوصله. صح. بس هاي بصراحه قليله نسبه، يعني عكس ما بشوفه غيرنا من المواقع. لانه بالعاده الواحد لما يشتري كتاب بكون عارف شو بده يشتري، مش زي لما يشتري ملابس او قطع الكترونيه ممكن تخرب بالطريق او اشياء ثانيه. فالحمد لله تقريبا البرسنتج الريتينز من 1 ل 5% بتتراوح عندنا، ما بتطلع عن 5% حتى الان. تمام. شو النصيحه اللي بتوجهها لشخص شاب رائد اعمال حابب يبلش موقع تجاره الكترونيه بالاردن؟ يعني اكبر نصيحه هي بدها شغله صبر، طولة بال، مثابره، ويفهم السوق كويس. يعني بتاخذ وقت من الواحد انه يفهم معطيات السوق وكيف يتعامل معها، خاصة انه لسه الاونلاين قاعد بشد بقوة، فبدك تعرف كيف تصبر وتخطط صح عشان تقدر تميز بالسوق. تمام. علاء السلا، المؤسس والمدير التنفيذي لجمالون في الأردن، شكرا لتحدثك مع ومضة. اهلا وسهلا، شكرا لكم. نتمنى لك كل التوفيق. لا اهلا وسهلا.